متوقعه ايه لمباراه النهارده مع زيمبابوي؟ خاصة والله بعد طبعا أزمة زيمبابوي اللي حصل وتخلفهم عن المران الأخير يعني. والله هو زيمبابوي منتخبات أفريقية شوية اللي هي شرق أفريقيا سمراء يعني احنا بنتكلم تحديدا بيبقى ليهم دايما مشاكل مع اتحادات الكورة بسبب الفلوس وبتاع يعني احنا عندنا كاميرون لغاية دلوقتي مقررين ان هم لسه هيسافروا يجوا القاهرة. كان المفروض يوصلوا امبارح. المفروض بيقولوا دلوقتي المشكلة اتحلت يعني الخلاف بينه وبين اتحاد الكورة 20,000 دولار هم عايزين 40,000 وهم عايزين 60,000 يعني هي مشكلة. وجايين قبل البطولة بيوم بيقولوا. هي سياسة ضغط مثالية يعني هي ما حدش هيقول له ما تجيش يعني عشان ما ادفعلكش أكيد هيقول له أنا هدفع لك مكافئتك زي ما أنت عايز. في نفس الوقت ماتش النهاردة رغم إن مشكلة زيمبابوي أنا شايفة إن هي مشكلة بتتكرر كتير بس أنا شايفة إن هم يعني ما تخليناش تخدعنا اللي هم لا ده هم مش ملتزمين ما اتمرنوش امبارح كنت هسأل حضرتك دي ممكن تبقى مساله نفسيه برضو على اللاعبين المصريين لا ممكن ان تكون احنا علينا احنا يعني. ممكن تكون علينا احنا اكتر ممكن تكون خداعه علينا اكتر لو وصلت لنا بالشكل اللي هم اللي هي سلبيه لكن انا شايفه ان زيمبابوي معاه مدرب كويس جدا هو ساندي مدرب يمكن هو مش ممكن مش احسن مدرب تكتيكيا لكن هو مدرب يقدر اللي هو يلمهم نفسيا وعندهم اللي هو الروح واللي هو يقدر اللي هو يجمعهم يعني هو يمكن هو اول مدرب اول كابتن لمنتخب زيمبابوي بعد ما خدوا استقلال ففكره ان هو يقدر يجمعهم دي هيبقى ماتش صعب لان زيمبابوي عندها لعيبه كويسه جدا منهم بليات اعتقد مصر جمهور كتير يعرفوا لان هو كان بيلعب سان داونز لعب الاهلي ولعب الزمالك وفي نفس الوقت كان بيلعب كايزر سلاوتون دلوقتي هو لعيب كويس جدا عندهم كمان الجناح بتاعهم اللي هو موسوندا كويس جدا ده هيبقى يعني لعيبه بيقدروا يعملوا اللي هم زي هيلعبوا على الهجمه المرتده ودي اعتقد اللي هي تبقى اخطر مشكله علينا احنا لو احنا فضلنا ان احنا نهاجم بشكل قوي هيبقى الهجمات المرتده خطر علينا خصوصا ان احنا عندنا زي ما قلت لك الباكات عندنا هتتقدم فدي ممكن لو احنا ما خدناش بالها هتبقى ازمه لكن ان شاء الله يعني انا عايزه اقول بس ان ما بلاش ان اول ماتش يبقى ضغط على منتخب مصر يعني قليل قوي لما ماتشات الافتتاح بتبقى احسن ماتش في البطوله لكن في نفس الوقت الماتشات بتزيد تدريجيا منتخب مصر يعني ماتش هو ان شاء الله هنكسب هو ان شاء الله يكسب يعني طب طعم التحكيم شايفاها يخدم ولا ضد والله احنا مع منتخب حكم اللي هو الكاميروني حظنا مش لطيف دايما بس احنا نقول مثلا احنا كسبنا معاه ماتش خسرنا 2 فعلا بقى نكسب النهارده يبقى 2-2 كده لكن هو عامه هو حكم كويس لكن احنا زي ما تقولي ايه حظنا دايما مش لطيف معاه بس ان شاء الله النهارده بقى ايه نكسر الموضوع ده إن شاء الله.